بين بين مدرع. وش بدك تتمنى؟ ليه؟ اسد عقب يا عيال تذوب. يا رجال خلاص ما يضر وجهك ما نبي. تقدر تقومك العشاء؟ والله ما احس تحملت كلنا. من هو؟ ما حد قومني. والله العظيم جاء العشاء قبل ما نكبه عبد العزيز معي. المفروض كنت اللي تقومني. انا اللي اطبخ. ما لا لا بس لك ابو تركي ما تخلي في عمك راجل ولا قومت العشاء. قول لا اله الا الله. لا 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 ما في لا اله الا الله. خليني اعلمك يا اخي اسمع اقوم الحين مطبخ لك جريمه كبرى. لا لا اسكت اسكت دقيقه لو سمحت. ارسلت لك واحد كبير وعاقل وفاهم ومن روس قوم ويشهد عن المياه اجريب. يلا ابي اعلمك يوم جانا وش قال. ابي اعلمك وعشان كذا صدقته. تدري ايش صدقته؟ ايه قال الله يقطعك يا صدصد ايش ترسلني؟ قلت ليه؟ قلت لي والله ما رحت. اي والله قلت الرجال قوم ايه بنافخوا علي وتكلموا علي كلام ما هو بزين وطقيه. اسمع عقب لا والله ما قلنا كلام عقب انت والله ما حتسلم. لا والله ما قلنا ولا جبر قال ابشر احلم بس احلم عيال احلم بس خلاص قلت بيض الله وجهك هذا كلام بشين تنفخ. لا انفخ اي والله انك تنفخ. اجاك كل واحد عنده درجه في تعشى ولا زين ما قمت اعطيتك بوكسل على عيني. تدري قبلك قد ما قلت انا بوكسل على عيني يا المروح يا ابو صنقر انت يا رجال راح الحرب خليني اعطيك بوكسي على وجهك. اسمع يا ابو طحوس والله العظيم اني جايك محل وابيك تعشى معي خبزته زبط ابو تركي معي ابشر بالعب هذا ونفخت انت علي ابشر بالعب حتى العشاء ما تعشي ما غير 34 لقمه هو قمت عاد هدي ريم عرفتي منك تاكل ما قصرت 34 لقمه وقطعت بطاطس كلها كذا يصير من ورقه الادام زيت اي دام وبزيت مرق مرق هو رز ابيض ويدام شغل فنان اي دام ما اعرف اي دام صالونه صالونه بس يا تبرس نقول لك يا يسير وين رايحين